بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آمين يا رب العالمين. سلام، بسم الله، والصلاه والسلام عليك يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير على حسب الوقت اللي رايحين تشوفوا فيه هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير طب وزيتي، ان شاء الله تكونوا باحسن احوالكم وافضلها. شوفوا الفيديو تاع اليوم راح يكون بمثابه حل لمشاكلنا النسائيه اليوميه. يعني اكبر مشكله نواجهها احنا كنساء هي واش نديروا العشاء واش نديروا الغدا. بون، جبت لكم اليوم وصفه خفيفه وسهله واقتصاديه، وصفه الطبق يعني الاولى هي طبق رئيسي، والثانيه خبيزات يعني يتكلوا مع شربه، مع تحبوا هكذا زياده كيعود طبق هكذا ماشي زاكي بزاف، تحبوا تزيدهم كيما تحبوا. المهم الوصفتين في زوج، الاولى خير من الوحده خير من الثانيه، قصدي يعني ماشي الاولى خير من الثانيه، يعني كل وحده فيهم خير من الاخرى. بون، نبداو بسم الله. شوفوا واش عندنا. عندي كنت درت حبه بصل كبيره قطعتها مكعبات، درت معها شويه تاع ثوم، وقل درت معها ملعقه تاع زبده، وقليتهم على نار هادئه حتى تعسلت مليح هذيك البصله هذيك وطلقت روحها وذبلت. ومن بعد بعد ما تذبل، نجيب هنا كميه من اللحم المفروم او الكفته او الدجاج المفروم، يعني كيما تحبوش توفر عندكم في الدار. نجيبو هكذا كميه ونقليوها على نار هادئه. هنا ما ديروا لا ملح لا فلفل كحل والو، لانه الملح راح يخلي هذيك الكفته تقعد كتله واحده، يعني ما تخليهاش هكذا تتفرتت كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نضيفوا عليها كميه من المعدنوس والدبشه، خلطوهم هكذا مع بعضهم. وهنايا كان عندي انا كنت قليت كورجيت والجزر، كنت رابيتهم في لاراب رقيقه وقليتهم مليح مع بعضهم. ومن بعد ما طابوا مليح، جيت ضفتهم لهنا به شغل ما نطولش الفيديو عليكم بزاف. يعني هذا الحركه شغل تعرفوها، يعني تقليو غير الكورجيت والجزر هذا مكان، تقليوهم مليح مع بعضهم حتى يذبلوا ويتعسلوا، وتضيفوهم لهنا مع هذه الكميه. هذه الحركه راح تخلي لكم يعني تخلي لكم الطبق تاعكم زاكي بزاف، خاصة كي عاد فيه الكفتة راح يجيكم بزاف زاكي وبزاف بنين، لأنه هذيك الكفتة راح تزيد تبنن لنا هذيك الخلطة تاعنا. هذاك هو مع البصل، يعني راح تجي هذا كيما نقولوا هذه تعتبر كحشوة، تقدروا تحشيو بها أي حاجة يعني، وما ديروش بها هذا البلا. هنا بعد ما يطيب كلش نولي نجي نتبل بالملح والفلفل الكحل، وإذا حبيتوا ديروا توابل ديروا. انا هنا اكتفيت غير بالملح والفلفل الكحل فقط، يعني لانه شغل ما تيماجينيوش الريحه كي تعود، كنت نقدر نبارطاجيكم الريحه باه تشموها. شغل هذه الخلطه ديما تجي بزاف بنينه مالغري وما نتبلهاش، يعني بكامل التوابل تجي بنينه. وعندي شوفوا على بالي بلي الصيف جاي، على بالي بلي راح ينتكرهم القليان بزاف، يعني كل يوم بطاطا يا بطاطا وجريوات يا بطاطا وفلفل يا حميص وطماطم. شغل حبيت ندير لكم بلا يعني مستوحى من هذا الاطباق هذو. اللي قلت لكم على بالي بلي راحين مع الوقت راح ينتكرهوا لي فخيت ولي كورجيت مقليين، قلت ليه ما نديرو لهمش بلا يعني يجي بزاف بنين ويتكل ويندير في وقفه، يعني خاصه اللي يحبوا يخرجوا هكذا في الصيف، ولا تقدري ديريه وتخرجي من بعد كي تجي غير تحمي وتحطي برك. شوفوا حطيت انايا قليت شويه بطاطا وقليت شويه تاع جريوات، يعني هذيك الكورجيت هذيك قسمتها على زوج، نص رابيتها مع الجزر وقليتها مع الكف، ونص خليتها قليتها هكذا ودرتها هنايا، يعني خاصة اللي عندهم الأولاد ويتعودوا لهم بزاف وما يحبوش أكل الخضار، تقدروا تتحايلوا عليهم
بعدة طرق به تخليهم يأكلوا الخضر، لأنه فيهم فوائد كبيرة بغض النظر عن الزيت. يعني خاصة يعني هما صح كي تعود للقليان شوية كما نقولوا يفقدوا القيمة تاعهم، بصح هكذاك وتقعد فيهم فائدة. المهم بعد ما نستفوا لا تحبوا شوفوا تحبوا ديروا طبقة البطاطا ومن بعد تحطوا هذه الحشوة ومن بعد ديروا الجريوات، تحبوا العكس تحبوا ديروا كيما درت انا، يعني كيما تحبوا. انا حبيتهم يكونوا هما من تحت وهذه نديرها من الفوق. ليه؟ باه من بعد كي ندير لاباغاي تاعي وكشغل كي يطيب ومع الفخوماج جيتو كيذوب، يعني اللي حيوكل اللي نحيولو شغل يتحط كل باغ في طبسي، اللي يدي لاباغ تاعو شغل اللي يديها من الفوق للتحت، فهمتوا؟ ما حبيتهاش تكون هذه المرة، حبيتهاش تكون حشوة في النص، حبيتها تكون من فوق. بعد نجيب بوات تاع كريم فخاش، كريمة طازجة عادية يعني تاع الطبخ ماشي تاع الحلويات، وندير كاس ونصف ماشي كاس، علبة ونصف تاع ماء، يعني نخففها بالماء وندير لها شويه ملح وفلفل اكحل، واللي عنده الفخوماج يقدر يزيد فخوماج. انا هنايا الفخوماج اللي كان عندي كنت خليته للخبيزات اللي رايحه نديرهم، فوالا اسما ما كانش عندي كميه كبيره. تخلطوا هكذا كلش مع بعضه كيما راكم تشوفوا، يعني هكذا حتى تطلق روحها هذيك لا كريم فريش وتولي شغل تولي سائله ما توليش كتله واحده. على بالكم باللي هذه ماهيش ليكيد، يعني هذه جايه في التعليبات هذه ما تجيش ليكيد. ومن بعد نصبها فوق هذاك الخليط تاعي. شوفوا لهنا مع الاول راح تبان لكم باللي راهي هبطت وكل من تحت ومش راح تقعد البنه من الفوق، و يعني حتبان لكم باللي هذيك الكريمه وكل اختفت، بصح من بعد تلمو كي تغلي وتعقد راح تجيكم تتحصلوا على اروع غراتان، يعني اولا مشمخه وبنينه، وثانيا راح يعني يقعد هذاك الذوق تاع لا كريم فريش هذاك باين فوق الحق، يعني مش راح تختفي تماما. ومن بعد نجيب قطعه من الجبن تاع تشيدار ونرابيه هكذا من فوق. انا درت هنايا تشيدار، فوالا شوفوا رابيوه هكذا على سطح الطبقه تاعكم كامل، يعني ديروا طبقة مليحة من الجبن، يعني على قد ما تكثروا الأجبان على قد ما يجي الكراتان تاعكم بنينة. شتو لها ديما نقول لكم الرجال يحبوا شغل كي يديروا لك يدخلوا لاكويزين ويديروا لنا طبق، يعني يديروا غير الحوايج البنين ومن بعد يقولوا لنا شتو حنا واش نعرفوا نطيبوا، سماك شغل يديروا كمية كبيرة من الحوايج اللي رايحين يبنوا هذاك الطبق. الفرماج وحده بنين يعني بلا ما تزيدي له حتى اضافات، وندخلوه للفور يعني كلش طايب حتى نتعقد غير هذيك لاصوص ويذوب الفخوماج. ومن بعد نجيو للخبيزات تاعنا. شوفوا عندي كاس ما تاع كاس ما دافي، يعني الكاس اللي تخيروه نتوما. انا هنا عندي الكاس هذا الكيل تاعو كيما نقولوا نص اطره، سما نص اطره ماء دافي ونص اطره حليب دافي. انا هنا الحليب مكفاش زدت له شويه تاع ماء، وملعقة تاع ندفيهم لازم يكونوا دافيين، ملعقة تاع سكر وملعقة تاع خميرة الخبز، نخلطوهم هكذا مليح حتى يتفاعلوا. ومن بعد نجيب نصف كاس تاع زيت نخلطهم جيدا، يعني نخلطوا كلش مع بعض هكذا خاصة كي الخميرة تفاعلت. من بعد الملح نخليوه هو آخر ما في آخر المرحلة. بعد ما نديرو الملح نجيو نديرو كمية من الفرينة، يعني حوالي نصف الكمية اللي راحين ننشفو بها الفرينة كامل، نديرو شوية هكذا حتى تتحصلوا على هذا الخليط. شوفوا راح تحصلوا على عجينة ليكيد، تخليوها هكذا شوية ما تخليوهاش، يعني تحصلوا نقول لكم خليوها واحد خمس دقائق، فهمتوا؟ سما هذه المرحلة راح تخلي لكم الخبز تاعكم كشغل يخمر على خطرتين. خليوها خمس دقائق ومن بعد نزيدو نضيفو عليها الفرينة ونشفو باه نتحصلوا على عجينة طرية وبصح تلتصق في اليدين، يعني ماشي كيما نقولوا ماشي حاكمة روحها، ماشي متماسكة. فوالا دوك نجي نحبسوا لهنا نحطوا لافوي اباغ ونبداو نخدموا بيدينا باه نعرفوا لا تيكستور تاع العجينة تاعنا. فوالا شوفوا نبداو نضيفوا في الفرينه هذيك بشويه حتى نتحصلوا قلت لكم على عجينه تلزق في اليدين. دوك تشوفوا معايا القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني حتشوفوا هاد الخبيزات من اروع الخبيزات اللي جربتهم، بزاف خفاف وبنان خاصه كي عدت رايحه نحشيهم بلو فخوماج. فوالا شوفوا اكيد الفرن لازم يكون مسخن مسبقا. فوالا
اقعدوا ضيفوا غير في الفرينه غير بشويه حتى تتحصلوا قلتكم على عجينه تلزق في اليدين. هنا انا لك شغل الكونتيتي يعني الكيس كان كبير بزاف عليها طاح لي بزاف، يعني اذا حبيتوا تجربوا كونتيتي صغيره ما عليكم غير تصغروا في الكاس، ديروا كاس صغير برك هذا ما كان. فوالا شوفوا ديما نقول لكم هذا الحركه هذه تاع كي نخبط العجين هذا هكذا هي حركه بديله عن العجن، يعني به ما تعجنوش تيفيتي والعجين والدلك هذاك تقعدوا تخبطوا في العجينه هكذا من الفوق للتحت، تخبطوا فيها تخبطوا فيها حتى شغل تخرجوا لها الهواء هذا كامل اللي راهو من داخل. من بعد قلت لكم راحين تتحصلوا العجينه تحفه يعني تلمو خفيفه راحين ما تقدروش تتعاملوا معها غير لدرتوا شويه تعزيز. فوالا شوفوا دوك لهنا القوام اللي نحبس فيه، فوالا نكمل نخبط فيها هكذا شويه. شوفوا كيف نخليها، شوفوا راهي تلزق فريمون في اليد، يعني ماشي تلزق شويه برك، هي تلزق بزاف. نسلك يدي راح نغسل يديا ومن بعد نجيب شويه هنايا شويه تاع زيت وكيما نقولوا نزيد ندخل هذيك نشوف كي شغل كش ما بقى لي فرينه من تحت ولا اها، يعني باه نتفادى انه الوصفه تاعي ما تجيش ناجحه. فوالا ندير شويه زيت هكذا ومن بعد نجي نغطي العجينه تاعي ببابي فيلم باه ما ديرش هذيك الطبقه من فوق ونخليوها، يعني ميم حتى كون ديروا تورشون راح يخلي لكم راح يخلي لكم الهواء يدخل. انا نفضل يعني في هاد الحوايج نفضل البابي فيلم. فوالا هنايا بعد ما خمرت بيان كوميلفو يعني شتو قلت لكم للمره الثانيه. فوالا هنا راني نشوف المره الثالثه استغفر الله، شغل خليناها 5 دقائق المره الاولى كي كانت ليكيد ومن بعد خليتها تخمر المره الاولى وديغازيتها ومن بعد خليتها تخمر المره الثانيه وعاودت هنايا راني ديغازي فيها تويلكم. شغل قلت لكم كاين هكذا لقطات ما نصورهمش دي بزاف باه ما يجيكمش الفيديو ممل، هذا ما كان. ومن بعد قلت لكم نجي ديغازيها، شوفوا القوام تاع العجينه تحفه على قد ما نشكركم فيه، يعني راهي القوام تاع العجينه راهو باين قدام عينيكم. فوالا شوفوا ما تزيدوا لا فرينه لا والو، انا حبيتها هكذا يعني باه ما تزيدوش تنشفوها بالفرينه وشني اتعاملوا معاها بالزيت. نجيبوا شويه تاع زيت ونجيو نلوزوها هكذا كيما نلوزوا المفرمسه ولا المحاجب هكذا، نديروا كريات يعني عينكم ميزانكم واللي تحب الخدمه متقونه ومتحوفه توزنهم بالميزان وخلاص. فوالا شوفوا نديرهم هكذا كامل حتى نتحصلوا على ماشي نتحصلوا حتى نخلصوا الكميه كامله تاع العجين. فوالا شوفوا نجيو نحلوها هكذا شويه ونديروا تحبوا ديروا فروماج بورسيون يعني حبه كامله، قلت لكم باردون قلت لكم انا كان عندي كميه قليله يسمى الحبه قسمتها على زوج، صح يعني جات فيها كميه معتبره من الفخوماج باسكو الكريات كنت درتهم صغار ما درتهمش كبار بزاف. لا يعجبوني هاد الخبيزات يعني ما يجيوش معجنين يجيو تحفه ماشي كيما هذوك تاع شغل نحسو تاع الفرينه ساعة على ساعه كي نطيحو هكذا في غوساز ماشي مليحه، شغل على قد ما تخفيها تجيك معجنه من داخل، هذه تجي تحفه تجي خفيفه خفيفه بزاف بزاف. فوالا وبعد ما كيما نقولوا تحشيوهم تعاودوا تكوروهم وتحطوهم يخمروا للمره الرابعه يسمى هكذا في البلاطو راحين يخمروا للمره الرابعه، يخمروا شويه قيس ما يطلعوا شويه، قلت لكم الفرن يكون مسخن مسبقا ومن بعد نحطوهم ندهنوهم بالبيض من فوق ونرشوا عليهم الجلجلانيه او السينوج كيما تحبوا او الشوفان يعني كيما تحبوا ومن بعد ندخلوهم للفرن. هنا كنت درت هذو في البلاطو عادي يعني ستفتهم هكذا وكنت درت وحدين اخرين في البلارون باه يجيوني زعما كي خليت النحل، يعني كي يجيو هكذا من بعد كي يخمروا يلزقوا في بعضهم يجيو خبزه واحده عباره عن خبزه واحده جيني كيما خليت النحل. فوالا شوفوا قلت لكم تدهنوهم هكذا بالبيض من فوق، دهنوهم بشويه باه ما تهبطوا لهمش هذاك التخمير تاعهم هذاك، يعني باه ما كيما نقولوا ما تفسدوا لهمش الطلوع، وتحطوهم على نار متوسطه يعني ولا عاليه وتوقفوا قدامهم حتى يطيبوا لكم ويحمروا لكم مليح من تحت ومن بعد نحمروهم من فوق. فوالا هنا يعني لازم ديروا غوسيت قبل خطا خاصه اذا درتوهم في زوج مع بعضهم لانه راحين يديو لكم وقت في الفور، لازم تخليو الوقت هذاك شغل هاي دقيقه الاخرى كلش طايب وهذا
طيبوا هذا هو الاول، ومن بعد روحوا لقراصا وجدوها بعد طيبها. فوالا هنايا بعد ما تحمروا لي من تحت، شوفوا كيفاه حمرتهم من تحت، شوفوا كيفاه كيما نقولوا شوفوا ترمو طري بزاف، انا نطبز فيه هو يعاود يولي لحالته الاولى. فوالا شوفوا لهنا ما بانت لكمش، دوك نعاود لكم يعني دوك تشوفوا معايا من بعد كي نحط يدي لهليه يعاود تعاود تطلع ترمو الخبز بزاف خفيف. فوالا من بعد ما عدلنا المائده تاعنا وحطيناها حطينا كلش، شوفوا جيت نعاد لكم الطبق كيفاه جا، يعني حنعاد لكم كيفاه من داخل جا مشمخ. ديما نقول لكم يعني اللي يعرفوني عندهم وقت هما معايا في هذا لاشين يعرفوني بلي ديما نقول لكم ما نحبش لي غراتا الناشفين، يعني نحب الغراتان كي ناكلها تكون مشمخه. فوالا والخبز بعد ما قسمته شوفوا كيفاه يعني الفرماج راح يكون باين ويكون بزاف خفيف. فوالا شوفوا ميم هذيك لا كريم فريش هذيك كي تعقد وكيما نقولوا طيب وتعقد مليح وتخفير راح تجيكم بزاف بنينه، يعني ماشي كيما شغل تبدلوا شويه على صوص بيشاميل تو. فوالا نقسموه معاكم تشوفوه كيفاه راح يجيكم بزاف بنين. بالنسبه اللي يحبوا اسمو البيضنجال تقدروا تبدلوا الكورجيت بالبيضنجال، يعني حيجيكم ثاني بزاف بنين. ان شاء الله يعجبكم لي غوسيت تاع نهار اليوم اللي خيرتهم لكم، يعني قلت لكم باللي مجرد كيما نقولوا حبيت برك نفيدكم، لانه اغلبيه الناس كل يوم يعني احنا في دارنا كل يوم نقولوا واش نديروا العشاء واش نديروا الغداء واش نديروا العشاء، هذا هو روتين حياتنا. حبيت برك تكون كيما نقولوا مجرد إعانة ليكم. هذا مكان سلام.